متابعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه التوقعات، التوقعات اللي بنعتمد فيها على التشكيل المتوقع للكابتن جمال بالماضي، اللي هنتكلم عن منتخب الجزائر ومنتخب جيبوتي اللي بتتلعب في مصر، وبالمناسبه هيتلعب الساعه 3 العصر، ومباراه مصر واختيارات كارلوس كيروش لمواجهه انجولا في انجولا اللي هتتلعب الساعة 9 بالليل. هنتكلم عن المباراتين والتشكيل المتوقع لكل فرقة وأبرز النجوم اللي ممكن هيحدثوا الفارق بكرة ونتيجة اللقاء. وانت بدورك طبعا زي كل مرة في الكومنتات هتقولي انت متوقع منتخب الجزائر مع جيبوتي هيعمل ايه، ومنتخب مصر مع انجولا هيعمل ايه، ومتوقع النتيجة كم كام. كل ده هقوله لك جوه الحلقة. وهنبتدي بمنتخب الجزائر. للي عايز يتابع يعني عندك منتخب الجزائر اتفرج عليه الاول الحلقة، وبعد كده منتخب مصر وتشكيلة منتخب مصر. يلا بينا نخش على الحلقة. اعمل لايك وشير للحلقة، اللايك مهم في انتشار الحلقة. عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك. يلا بينا ونخش على الحلقة. في البداية هنتكلم عن مباراة المنتخب الجزائري مع جيبوتي، واللي هتتلعب الساعة 3 العصر بالتوقيت مصر في استاد القاهرة. المباراة اللي لا تقل أهمية عن مباراة بوركينا فاسو، بس مباراة سهلة نسبيا على المنتخب الجزائري، لأن المنتخب الجزائري تسح جيبوتي بثمان أهداف في المباراة الأولى، فالمباراة دي المفروض إنها سهلة. بس الكابتن جمال بالماضي مش هيتهاون وهيفهم اللعيبة ده، وده اللي احنا عارفينه عن الكابتن جمال بالماضي، إنه بيلعب ماتش ودي زي ماتش رسمي، يبقى مركز في المباراة، وثلاث نقاط زيها زي ماتش بوركينا فاسو للصعود للذهاب والعودة والصعود لكاس العالم. التشكيل المتوقع من وجهة نظري للكابتن جمال بالماضي بكرة هيبدأ في حراسة المرمى برايس وهاب بلحي، اثنين قلب دفاع عيسى مندي وجنبه جمال بالعمري، ناحية اليمين ممكن يبدأ حسين بن عيادة مكان يوسف عطال المصاب اللي تم استدعاء حسين بن عيادة، ناحية الشمال رامي بن سبعيني، ثلاثة في نص الملعب هيلعب باثنين ارتكاز رامز زروقي وجنبه اسماعيل بن ناصر، وقدامهم سفيان في جولي، ناحيه اليمين رياض محرز، ناحيه الشمال هيلعب اشوف بكره انه ممكن ما يبداش بيوسف البليلي ويبدا بسعيد بن رحمه، وقدامهم مهاجم بغداد بنجاح. ده التشكيل المتوقع للكابتن جمال بالماضي بكره، لانه عايز يخلص المباراه بدري ويبتدي يريح اللعيبه، لان الكابتن جمال بالماضي من المتوقع بكره طريقه لعبه هيلعب زي ما قلنا 4-3-3. فكابتن جمال بالماضي هيبدأ بضغط من قدام على قلوب الدفاع بتاع جيبوتي عشان يغلطهم وعشان يتم احراز هدف مبكر يسهل له اللقاء ويفتح له اللقاء زي ما عمل في مباراة الثمانية، وده المتوقع اللي هيبدأ بيه الكابتن جمال بالماضي. وفي الشوط الثاني بقى يبتدي يفكر ويريح اللعيبة عشان مباراة بوركينا فاسو المصيرية. بوركينا فاسو نتمناها طبعا انها تقع في مباراة بكرة ولا بعده اللي هتتلعب، مش عارف توقيتها بالظبط، بس نتمنى انها تقع. لكن المباراة الحاسمة اللي هتتلعب في الجزائر ان شاء الله، وان شاء الله المنتخب الجزائري يبقى قادر على الفوز على بوركينا فاسو. مباراة بكرة هتريح نفسك وتجيب هدف مبكر، المباراة هتتسهل، مش عايزين المباراة تتصعب. عندنا حلول كتير، عندنا رياض محرز، عندنا يعني بغداد بنجاح ولا اسلام سليماني، عندنا يوسف البلايلي ناحية الشمال او سعيد بن رحمة نص الملعب، عندك سفيان في جولي اللي بيصنع الفارق، ورامي الزروقي واسماعيل بن ناصر. فرقة من وجهة نظري زي ما قلتها وبعدها وبكررها شايفها اقوى فرقة في افريقيا حاليا. المنتخب الجزائري قادر على تخطي منتخب جيبوتي، وكمان هيلعبوا في استاد القاهرة، الفال حلو على منتخب الجزائر واللي خدوا بطولة افريقيا في النهائي، والاخوة الجزائريين متفائلين. نيجي بقى لمنتخب مصر. منتخب مصر اللي عنده مباراة صعبة امام انجولا في انجولا، مش صعبة قوي يعني، بس برضو احنا لعبنا مباراة سيئة قدام انجولا في مصر وكسبنا 1-0 بالعافية، فمش عايزين احنا متصدرين وبنتصدر المجموعة وعندنا 10 نقاط، بس يعني مش عايزين ندخل نفسنا في حزبة
الغرمة زي كل مرة ان احنا نتغلب ماتش ونرجع نقول لازم نفوز المباراة الاخيرة، لا عايزين نخلص بدري نفوز بكرة، نعتبر خلاص صعدنا. فالمباراة بكرة ان شاء الله هتبقى مهمة، هنلاعب انجولا. التشكيل المتوقع من وجهة نظري لكارلوس كيروش، كارلوس كيروش هيبدأ في حراسة المرمى بمحمد الشناوي، اتنين قلب دفاع احمد حجازي وجنبه الونش، ناحية اليمين اكرم توفيق، ناحية الشمال هيلعب باحمد فتوح، في نص الملعب هيبدأ بالنني والسلية، قدامهم عبدالله السعيد لان هو مقتنع بعبدالله السعيد، وان كان انا من وجهة نظري عايزه يبدأ بقفشة، ناحية اليمين محمد صلاح الحلول كلها ونجم مصر ونجم ليفربول واحسن لاعب او من احسن ثلاثة لعيبة حاليا في العالم، وناحية الشمال هيبدأ بمين؟ ده السؤال، هيبدأ بمين ناحية الشمال؟ مش عارف، ممكن يبدأ بمحمد شريف وما يلعبش بمحمد شريف يعني راس حربة، لان خط الهجوم محجوز باسم مصطفى محمد، فاعتقد انه ممكن يبدأ بمحمد شريف لانه ما عندوش في الجبهة دي حلول كتيرة، ما عندوش حد يلعب في المكان ده، ما يعني مش شايف من وجهة نظري غير محمد شريف، حتى في عدم وجود زيزو اللي تم استبعاده. مصطفى فتحي ما ينفعش يلعب على غير عدلته، لانه مصطفى فتحي لما بيلعب في حتة مش بتاعته خلاص زيه، يمكن محمد شريف افضل منه بمراحل في المنطقة دي، او ممكن يقلبها 4-4-2، وده اللي ممكن كارلوس كيروش يعتمد عليها في حالة ان هو مش لاقي حد يلعب في الجبهة الشمال، فهيقلبها 4-4-2 ويلعب بمحمد شريف ومصطفى محمد. التشكيل الاقرب لمنتخب مصر كارلوس كيروش، يعني الماتشين اللي لعبهم ذهاب وعودة مع ليبيا ظهر فيهم بشكل طيب، وابتدى يعتمد على نوعية لعب معينة بسبب عدم انضمام طارق حامد، كان هو برضو عايز لعيبة بمواصفات معينة مش عايز اللعيب القطيع بس. فهنشوف بكرة منتخب مصر هيعمل ايه مع انجولا، اختبار مش صعب قوي ومش سهل برضو. شايف ان منتخب مصر ممكن يفوز بالمباراة ويوصل بيها البر الامان، وزي ما قلت لك المفروض ان احنا بنسبة 99% صعدنا من المجموعة بتاعتنا بعد الفوز على المنافس رقم واحد بالنسبة لنا ليبيا، لان ليبيا كانت عندها يعني فايزة اول ماتشين 6 نقاط، فانت خدت منها الماتشين ب6 نقاط، فهي برضو المنافس. فحنشوف، ومباراة الجابون كده كده انت هتلعبها على ارضك وسط جمهورك. اي نعم انا متخوف من الميعاد بتاع المباراة اللي هيبقى 3 العصر مصر مع الجابون، واللي برضو مستغربه، بس هنشوف اللي هيحصل. لكن المباراة بتاعت بكرة مهمة، مهمة انك تفوز، ونفكر بعد كده هنلاعب مين في الاقصائيات، لان احنا كده كده بنسبة 100% هنبقى مش تصنيف اول تصنيف تاني، هنواجه الجزائر ولا هنواجه المغرب ولا هنواجه تونس ولا هنواجه السنغال ولا نيجيريا، خلي بالك الخمسة اصعب من بعض، لكن اللي عايز يصعد كاس العالم لازم هيلاعب اي فرقة من الخمسة دول، فانت طبيعي لازم تركز. شايف ان فرص مصر مع الخمسة دول صعبة، وما تمناش ان لاعب فرق من شمال افريقيا يعني التلاتة تونس المغرب الجزائر، لا انا ما بحبش المواجهات دي، فاحنا نواجه السنغال. السنغال قوية يا سيدي، بس احنا مع الافارقة بنعرف نتعامل معاهم، نيجيريا اقل وطأة فيهم، انا ممكن اقابل نيجيريا ما عنديش مشاكل. انت برضو قول لي رايك في الكومنتات، وشايف المباراة نتيجتها ايه، وشايف التشكيل عامل ازاي. بالتوفيق لمنتخب مصر، منتخب تونس، منتخب المغرب في مبارياتهم بكرة. كده بكون وصلت لنهاية حلقة، بحبكم في الله ودمتم في امان الله. سلام.